باسمي وباسم قبيلة الواحدي نهنئ صاحب السمو رئيس الدولة ونوابه ولي عهد الأمين حكام الإمارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نسأل الله أن يعيدها علينا وعلى جميع شعب الإمارات ونحن في خير وأمن وأمان وصحة وعافية. نحن مشاركتنا هذه للسنة صار لها عدة سنوات نشارك ولله الحمد، وحريصين دائما على المشاركة في هذه المناسبة. جزاهم الله خير الأخوة في ديوان الرئاسة، تنظيمهم طيب وما قصروا وموجودين اليوم في هذه المشاركة ومعنا قصيدة في هذه المناسبة إن شاء الله. وأقول سلام يا دار المروة والكرم، يا رجال زايد يا رفيعين المقام، من الولا يا سيدي عهد وقسم لله، من ثم الوطن دون انقسام، فحضور أبو خالد وريثه للعزم، الشعب واقف لك مواقيف العظام، صفت رجال جبال صلفين ونعم، ما يشترك في صفنا راس النعام، نقدم ولو ثارت معاركنا حمم، ونثور معها نار تشعلها ظلام، ازهم وناتي لك على ساق وقدم، حنا معك للحرب من قبل السلام، حنا معك للحرب من قبل السلام.